فهذه يعني بعض أو غيض من فيض من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعجزاته كثيرة غرر، وبفضل الله عز وجل كما قلنا هي منقولة نقلا صحيحا، وإن كان هذا النقل متفاوتا في درجة الصحة، فمنها من هذه المنقولات ما هو صحيح على درجة الصحيح وما هو في درجة الحسن، ولكنها كلها صحاح إلا ما ندر وشذ مما وصفوه بالضعيف أو بالواهي أو بالموضوع أو بغير ذلك. ثم إن من هذه المعجزات العظمى القرآن العظيم، ولذلك قال في الشطر الثاني: منها كلام الله معجز البشر. القرآن العظيم هو أيضا معجزة خالدة في كل عصر، هي معجزة أو هو معجزة. ومعنى أنه معجزة أي أنه منذ نزل إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لن يستطيع أحد أن يأتي بمثله. ولذلك ضمن العلماء وهم يعرفون القرآن مسألة الإعجاز. تعريف القرآن في الحقيقة هو القرآن لا يحتاج إلى تعريف، القرآن لا يحتاج إلى أن يعرف به، هو أعرف من تعريف، هو كلام الله، كيف يمكن أن نعرف شيئا هو الذي نستمد منه الأحكام ونستمد منه المعرفة، هو أصل المعرفة،